اطلع مع الكاميرا زميلي تركي واللقاء مع ابراهيم هزاز. احنا عرفنا انه جاك اول شيء عرض لا يناسب طموحك يوم كنت هاوي، فضلت وظيفه عسكريه وظيفه حكوميه على العرض هذا، حدثنا ايش اللي صار؟ فكان مصير احتراف، كنت في معسكر المنتخب، كان معسكر في الرياض، فكانوا مصرين انه وقع معايا الفتره هذيك، انه على اساس انه بعد ما ارجع المنتخب اكون خلاص وقعت معاهم، وانا يعني صريت اني ما اوقع المبلغ اللي كان عارضين علي، فقلت خلاص لما ارجع ان شاء الله المنتخب ان شاء الله اوقع العقد. خلصنا من نهاية كأس آسيا والبطولة العربية وكأس الخليج، الحمد لله فترة 2007 لين 2009 مع المنتخب طبعا. فجيت فتفاجأت في العرض حق النادي الأهلي، ففضلت العسكرية اني يعني ما احترف، أبي عسكري أحسن. العقد الأول مع الأستاذ غلام العمري كان مسؤول احترافي يعني. نعم. فالعقد الثاني اللي أول تنعام استلم الدفعة الأولى وجيت على الدفعة الثانية، فقبل كأس الملك، قبل ما نلعب كأس الملك النهائي ضد الاتحاد كسبنا كأس الملك الحمد لله، بس هذا الكلام بداية الموسم. نعم. فجيت الدفعة الثانية هذا الموسم الثاني، صارت فجأة إنه كلمني دوري الكرة إنه ما جات دفعتك، هي اسمها جات أنت ما جات، فاستغربت أنا، قلت خلاص أوكي أنا أصير ما حنزل تمرين لما تعطوني حقي. فجأة مع الأيام قلت مرة من كذا تمرن انفرادي، فكان يكلمني سأل سلام سقناه ويقول لي تمرين انفرادي. ليش؟ أعتقد غبت يومين. طيب. غبت مو من فراغ غيابي، كان كنت منضبط الحمد لله وحط تمارينه ولا عندي أي مشكلة. فلما شفت التفرقة في المعاملة كان في تفرقة؟ يعني ماشي ما أقول لك تفرقة، كان دفعتي ما جاتني. فقلت انا ما حد الدفعه طب للجميع ولا لابراهيم هزاز؟ الجميع كان اخذوها الا ابراهيم هزاز. هذه يعني تفرقه؟ انا ما اقول انت سميتها تفرقه، اوكي ممكن تكون تفرقه. نقطه التحول بالنسبه للكابتن ابراهيم هزازي وهي انتقاله من الاهلي الى الاتحاد، حدثنا عن هذه التجربه. انا اخذت مخالصتي يعني حتى ما في احد فيهم، لا مدير كره ولا احد، جاني مسؤول احتراف فقط اللي هو طاكيا. لا مسؤول الاحتراف له محمد العسيري. استاذ محمد العسيري. خلصنا المخالصه، اخذت المخالصه ومشيت. ولا انقطع كل شيء الاتصال بينكم؟ على طول انا كأخي اصلا من لما انتقل فجاني عرض الاتحاد رحبت فيه. طاكيا ايش كان هو احد الاسباب الرئيسيه في انتقالك للاتحاد؟ يعني هو كان ما بظلم الرجال. بس كان هو اللي واضح لك في الصوره انه هو يعني اكيد هو كان واضح في الصوره. موضوع السيارة أنا من أستاذ غلام العمري، كانت السيارة عن طريق النادي طبعا، كان ما عندي سيارة، فقال لي إبراهيم خلاص نسحب من الراتب 1000 ريال والسيارة تكون معنا. أوكي. السيارة تكون معك. قلت ما عندي مشكلة. فدارت مشيت الأيام، قعدنا شهر شهرين، فشوي جاني واحد يقول من نفس الإدارة السيارة مصدومة في الشارع الفلاني مرمية، السيارة مدري فين، السيارة مدري وين. فقلت يعني ما بفتح لنفسي باب، سلمت من السيارة. نعم. قفلت الباب عن موضوع السيارة. طبعا لاعب نادي بيطلب سيارة أكيد يعني توفر له، ما فيها شيء يعني مو عيب. إيش الأجواء الغير صحية اللي كانت في النادي الأهلي؟ إيش اللي عاشها إبراهيم وأثرت على مستواه وممكن غاب فيها إبراهيم؟ إعلام النادي الأهلي. من الإعلاميين اللي كانوا يعني يناظرون إبراهيم عزيز إيش يعمل؟ مو هم يعني للاسف هم ما خلوها انه يعني نحن لاعبين متعلمين وفاهمين ومثقفين يعني نعرف النقد الايجابي والنقد السلبي، يعني مجرد ما نكون نقد يعني بنستفيد منه اذا كان انا بناء ايوه اذا كان بناء بستفيد منه، لكن انا حسيت انها شخصيه صارت. اها فهمت؟ عزيز علي الزهراني حق الرياضيات اخذ هذا. عزهران كان عندك مشكله معه؟ سعيد المرمش يعني فينا طالع من النادي، لقيت يعني الجمهور استناني برا، مو هم مصدومين اني خرجت من النادي بالسهوله هذه، يعني واحد كان قد ابوي والله يعني شيء يبكي قاعد، فهو الوحيد اللي وقفت له، وقفت السياره سلمت عليه قلت له ادعي لي بس وخلاص مشيت. ممكن صار شخصيه، ممكن بعد مشكله صاحب صالح عبد الله اللي اعرفه انه طلع في الاعلام وكان ما بينه وبين ابراهيم شيء وانت اخوان
وقتها انا قلت له انا انه قال وقتها مدرب جمعنا قال اللي صار عادي يصير في اي مكان. فصاحب قال اذا انا غلط انا بروح اعتذر. قلت له صاحب انا من اخلاق يعني اهلي ربوني الكبير ما يروح الصغير، انا بجيك واعتذر لك. ورحت انا اعتذرت له، اعتذرت المدرب، اعتذرت طارق كيال، بس ما قبلت وحسيت اني ما قبل طارق كيال. اعتقد انه ما قبل. ايش الفرق بين الاجواء اللي انتقالك الاتحاد والاهلي، ايش الفرق بينها؟ بالعكس الاتحاد بكل امانه يعني استقبلوني احسن استقبال، كرموني احسن تكريم. يقال انه كثر سفراتك الى خارج المملكه بالاخص مصر هي احد الاسباب الرئيسيه في تدهور مستواك، كيف تحدثنا؟ بالعكس المستوى ما تدهور. لا في وقت وجودك مع الاهلي. لا وقت الاهلي كانت يعني اعرف استغلها واسافر لزوجتي. زوجتي مصريه طبعا. مصر. مصر. فهم كانوا حابين يعرف ايش عندي، انا ما كنت اتكلم. ما مو لازم اقول لك يعني انا فين اروح فين اجي، شيء ما يخصك يعني. يعني الحمد لله انا كسبت ناس كثير في المنطقه الغربيه طبعا في كل المملكه. يعني جمهور نادي الاتحاد هو اللي قاعد الحين قاعد يصنع ابراهيم عزاز. تتوقع لو في اجواء صحيه في النادي الاهلي كان ممكن تبرز؟ اكيد. الاجواء غير صحيه. بارد واجواء كانت مي صحيه. يعني في الاهلي ما قد كرمت ولا مره واحده. انت تلعب من اللاعبين الاحماسيين. مدرب النادي يقول هذا مخرب في النادي. هذا بيسوي مشاكل في النادي. يعني اذكر الاستاذ سلمان الطويع في برنامج قال انت، قال انت يا ابراهيم عزاز اللي تحب الاهلي؟ يعني حسيت انه يعني احد مكلمه يقول طيح في ابراهيم، تكلم في ابراهيم. بالعكس انا شفت لقاء في اليوتيوب لقيت الردود على سلمان الطويع قلت الحمد لله الناس ردت انا ما ردت.